مع بعض دلوقتي حاجة لطيفة جدا. ليسون 1، حاجة اسمها الهيت ترانسفير. تعالوا كده ندردش معاكم الأول. دلوقتي لو رهف جابت كوباية مية سخنة وحطت إيدها عليها، إيه اللي هيحصل لإيد رهف؟ هتسخن. الحرارة تسخن. فاللي بيحصل دلوقتي حاجة اسمها هيت ترانسفير، إن الهيت اتحركت من الكوباية لإيد رهف. تمام؟ إحنا بقى هنتكلم في الحدود دي، بس هنفكركم بحاجات السوليد والليكويد والجاز. وما بنسخن السوليد بيبقى ليكويد، وما بنسخن الليكويد بيبقى جاز. ونهار ابيض يا استاذ. ممتاز. نبدا دلوقتي. الاثنين دول ديفرنت بادي انتر اكت وذ هوتر اوبجكت. يعني ايه؟ يعني جسمين تفاعلوا مع حاجات سخنه. الواد عيني اول ما قعد على الزحليقه عمل حلو، ورهف اول مسك كوبايه الشاي عمل بس كده. فدلوقتي حلو، your hand touch the hot cup you feel hotness. التاني body touch the hot side he feel hotness. يبقى في الحالتين لما انت لمست الحاجه السخنه حسيت بالهوتنس سواء بجسمك او بايدك. طيب what happened، ايه اللي حصل بقى؟ what happened to an object when heat transfer، ايه اللي بيحصل لما الحراره بتتحرك؟ فنقول from hotter to cooler. يبقى دايما الحراره بتخرج من الهوتر للكولر. تمام؟ دايما. حلو. فبيقول لك ايه اللي بيحصل، المولكيول with low temperature اللي درجة حرارتها قليلة start to move faster، هتبدأ تتحرك أسرع. يبقى دائما وأبدا الحاجات الكول، الحاجات الايه الكول، بتبقى السرعة بتاعتها قليلة. لما بتبقى hot بتبقى faster. فدايما الكول slow أما الهوت fast. الكول سلو والهوت ايه؟ فاست. فدلوقتي اللي هيحصل كالتالي، لما يبقى عندنا حاجه كول وتمسك في حاجه هوت بيحصل ستارت تو موف فاستر. اما الحاجات الهاي تمبريتشر هتبقى سلوور. ازاي بقى؟ ما هي اكيد الحاجات اللي كانت هوت دي هتنقل شويه من حرارتها وتبقى كول، فالسرعه بتاعتها هتبطأ. السرعه بتاعتها هتبقى ايه؟ ابطأ. دلوقتي مثلا الروك الطوبه ابزورب ثيرمال انرجي، مصة حراره منين؟ من الشمس. وبالتالي الروك موف فاستر. الطوبه طبعا احنا الروك ما بتتحركش وهتبقى خناقه بقى، لا، البارتيكل بتاعه الروك اللي ما بتتشافش الا اندر مايكروسكوب هتموف فاستر. فهتيجي الليزر تقف يا عيني على الروك، فالسكين اوف ليزرد ابزورب ثيرمال انرجي. الليزرد هتبدا جلد بتاعها يمص السخونه دي من الروك، وبالتالي الروك والموف سلور، ساعتها الروك هيبقى ابطا اما السكين اوف ليزرد موف فاستر هيبقى اسرع. بس كده حاجه دمها خفيف جدا. اوكي بتي او بليز تيرن اوفر. حلو. بيقول لك دلوقتي your hand may hurt، ايدك ممكن تتوجع لو انت شلت الهاندل اوف كوكينج بات. صح ولا غلط؟ غلط. اكيد غلط، لان انت شايلها من ايدها عادي، وهو الراجل كاتب لك ايدها هنا بلاستيك، والبلاستيك dont transfer heat لو اتشال من المتر. ايوه. اوف يو تاتش، لو لمست الميتال بودي هتحس هيت ممكن. أيوة. هارت. صح. تمام. ممكن يجيبها يقول لك لمست الجسم بتاعها والنار مطفيه، ساعتها تبقى غلط. ماشي، لو قال ان النار مطفيه ساعتها تبقى غلط. يلا بصوا بقى، فدلوقتي احنا اتعلمنا ايه؟ ان الانرجي ترانسفير ويز ديفرنت تمبريتشر، والحاجات الهاير تمبريتشر تو لوور تمبريتشر. بس كده قلناها كذا مره. هناخد دلوقتي حاجتين، حاجه اسمها ثيرمال كوندكتور وحاجه اسمها ثيرمال انسوليتور. يعني ايه كوندكتور؟ يعني كوندكتور
اوف هيت، يعني بتوصل الهيت، يعني allow thermal energy to transfer. allow thermal energy to transfer، يبقى الثيرمال كوندكتور allow thermal energy to transfer زي الاير. طب يعني ايه ثيرمال انسليتور؟ الثيرمال انسليتور دول باد كونتاكتور، دول ريزيست. يعني ايه ريزيست؟ يعني نوت allow، ريزيست يعني ايه؟ بيقاوم، بيمنع، يقاوم الترانسفير اوف ثيرمال انرجي زي مين؟ البلاستيك. زي مين؟ بلاستيك. يلا بينا، يبقى الايرن الحديد ثيرمال كونتاكتور. ليه؟ عشان الترانسفير اوف هيت. طب الحرارة هتتحرك منين؟ من الايرن تو كلوز، هتتحرك من الحديدة بتاعت المكوة للهدوم. طيب هتعمل ايه في الهدوم؟ ايرنج ات، هتكويها. طب البلاستيك ده ثيرمال انسوليتور، يعني نوت الاو هيت تو ترانسفير، يعني تقدر هولد ات، تشيلها وذاوت فيلينج، من غير ما تحس، دمها خفيف. The handle of an electric iron is made of metal، صح ولا غلط؟ صح. غلط طبعا. الراجل بيقول لك الهاندل يا بني ادم ايد، الالكتريك ايرن ايد، الايد معموله من ميتال. ينفع الايد تبقى معموله من ميتال؟ حلو، معموله بلاستيك. ايوه. الهيت كوندكتور ار ماتيريال ريزيستنت تو ثيرمال انرجي، صح ولا غلط؟ صح. هو في يا جدعان الهيت كوندكتور دي الحاجه اللي بتوصل الحراره، ريزيست ولا الاو؟ الاو. امال ايه ريزيست؟ قلت صح ليه؟ في ايه يا جدعان؟ صباح الفل، صباح الفل. ها مركز عشان كده ايه شكلكم بقى غلط. نبدا يلا دلوقتي، احنا خلاص عرفنا يعني ايه ترانسفير اوف ثيرمال انرجي، عرفنا نقل الحراره. نبدا، بيقول لك الهيت اسينشال كومبوننت اوف لايف، حاجه اساسيه للحياه. الهيت فلو فروم هوتر تو كولر، الهيت cannot be lose. يعني ايه بقى الكلام ده؟ مفيش حاجه اسمها كانت سخنه ومثلا مش شايفها. لا يا حبيبي، اسمها كانت سخنه والسخونه دي الهواء سحبها، فالهيت ما ضاعتش. امال حصل لها ترانسفير، حصل لها ايه؟ ترانسفير. حلو. بيقول لك في حاجه اسمها الثيرمال انرجي، ودي الكاينيتك انرجي total sum of kinetic energy. يعني ايه sum of kinetic energy؟ مجموع كل الحركات. مش احنا قايلين ان الهيت لما بتزيد او الثيرمال لما بتزيد الحاجه بتموف ماستر، يعني الكاينيتك انرجي بتبقى بتاعتها عاليه. يعني احنا لما نجمع كل الانرجي هنبقى عارفين الهيت، هنبقى عارفين الثيرمال ايه؟ انرجي. يلا نركز عشان انا هقرا وهتحلوا معايا. هيت cannot be lost، صح ولا غلط يا رهف؟ يس صح، الحمد لله على السلامة، ربنا يستر. heat is type of matter، صح ولا غلط؟ غلط طبعا. اللي بعديها heat is flow of electrical ولا thermal؟ thermal. صح. اللي بعديها heat can be transferred. شطاطير جامعة، شطاطير. ريحة شطاطير. حلو، نعلمه على تاني ورقة دي اتش دبليو، واللي وراها ما تديناش اتش دبليو، واللي وراها اتش دبليو. يلا نخش على ليسن 2. يلا بينا. وات از هيت، ايه هي الهيت؟ بيقول لي اوف يو بليس، لو حطينا تو اوبجكت، حاجتين وذ ديفرنت تمبريتشر، بدرجات حرارة مختلفة، هيحصل ايه؟ thermal energy flow take place، صح ولا غلط؟ صح. لا اكيد صح. ايه اللي لا؟ انت قلت if you know، لو حطيت حاجتين انا قلت صح، انا قلت صح، انا قلت temperature جنب بعض هيحصل. ما قلتش غلط، سمعت لي الاكشن. يلا الثيرمال انرجي، الثيرمال انرجي من الهوتر تو كولر، صح ولا غلط؟ صح طبعا. يلا بينا. How does matter become warmer؟ ازاي الحاجة بتسخن؟ والله حضرتك بيحصل transfer of thermal energy
from hotter matter to cooler one by heat. بس كده يعني الحرارة بتيجي من الحاجات الهوت للحاجات الكول، بننقل حاجة اسمها الثيرمال انرجي او الهيت من الحاجات الهوت للحاجات الايه الكول. فدلوقتي لو جبت هوت فود وحطيته على تيبل، اللي هيحصل له كولد. ليه بقى؟ لانه هينقل الثيرمال انرجي منه للهواء. ليه؟ فالهيت فلو، الحركة اتحركت، الحركة الحرارة اتحركت من الهوت فود تو الكول اير. فدايما الهيت از ترانسفير. امتى الهيت ترانسفير؟ قال لك طول ما في تمبريتشر ديفرنس الهيت بتقعد تتحرك. لحد امتى؟ until both object reach same temperature، لحد ما كل حاجة تبقى عندها نفس درجة الحرارة، ساعتها الحرارة بتقف، وده اسمه thermal equilibrium، يعني الاتزان الحراري. ولا كأني قلت اي حاجة. لو انت جبت حاجة هوت جنبيها حاجة كولد، ايه اللي هيحصل؟ والله الهيت ترانسفير فروم اوبجكت ايه اللي هو الهوت لاوبجكت بي اللي هو الكولد، فتبدا الحراره تتحرك لحد ما ايه يبرد شويه ويبقى وور، وبيسخن شويه ويبقى وور. ساعتها ده اسمه ثيرمال اكيوليبريم، الاتزان الحراري، وساعتها نقل الحراره يقف. طب هو لازم فاز اكيوليبريم دي، لازم ثيرمال اكيوليبريم، اسمها ثيرمال اكيوليبريم، هي كلمه رخمه شويه. طب الهيت بتتقاس بحاجه غريبه جدا اسمها الكالوري. مش اغرب من حياتي. بيقول لك اف يو هيت بيس، لو خبطت حته ميتال كذا مره بالشاكوش هتبقى وارمر. يعني الخبط الكاينيتك الفراكشن بيعمل وارم، الخبط الكاينيتك الفراكشن بيعمل وارم. يلا ركزوا معايا نبدا نحكي. الهيت از ميجرد ان كالوري، صح. الهيت فلو فروم كولر اوبجكت تو، لا فروم هوتر اوبجكت تو كولر اوبجكت. ايوه كده. اخر واحده المطر بيكم وارمر باي ترانسفير اوف ثيرمال انرجي. يلا دلوقتي هنوصل للفاينل تمبريتشر. قال لك والله زي ما احنا عارفين ان الثيرمال انرجي او الحراره من الحاجات الهاي تمبريتشر للحاجات اللو تمبريتشر. لحد امتى؟ لحد الثيرمال ايكوليبريم اللي انت بتصعبوها. اسمها ثيرمال ايكوليبريم، اسمها ثيرمال ايه؟ ايكوليبريم. طيب ما هي مش انا اللي مستصعبها، هي اللي صعبه. لا والله ايكوليبريم اي كيو يو اي ال اي بي ار اي يو ام كيوت. حضرتك اللي حافظها. اجابه صحيحه. لا هي بصراحه صح، انت اللي حافظها فعلا. يلا بص بقى دلوقتي احنا هنجيب كوبايتين، كل كوبايه فيها درجة حرارة، دي درجة حرارتها 60 ودي درجة حرارتها 10. ايوه. وعايزين نحسب التمبريتشر بتاعة المية. ركزوا بقى على الرول دي عشان هنحفظها زي اسامينا. يا مستر احمد نستحضر روحك معانا شوية. مستر احمد مين؟ بتاع الماس؟ بنستحضر روحه بقى دلوقتي. هنحسب حاجة اسمها الافريج تمبريتشر، يعني متوسط الحرارة. تمبريتشر اوف ووتر ان بيكر 1 بلس تمبريتشر اوف ووتر ان بيكر 2. عندنا كام بيكر؟ 2. يبقى على الاثنين. يبقى لما نيجي نحسبها هنا تمبريتشر اوف بيكر ان 1 اللي هي 60، تمبريتشر اوف ووتر ان بيكر 2 اللي هي 10، يبقى ايكوال 20 على 2 ايكوال 35. تاني ننزل لتحت 35 انت ما تقول ديفايد 2 يا مستر. يس. يبقى تمبريتشر اوف هوت ووتر كانت 6، تمبريتشر اوف كولد ووتر كانت 10، الافريج تمبريتشر اوف ووتر باي 10 بلس 10 اوفر 2 ايكوال 35. طب الفاينل تمبريتشر افتر ميكسينج
ليه بقى؟ بعد لا لا ممكن لا ممكن ممكن الفاينل تمبريتشر افتر ميكسينج ايكوال 3 يبقى الفاينل تمبريتشر قريبه قوي. انت بتعملي ايه؟ ماشي انا هنا ايه ما نفس الفاينل تمبريتشر غالبا ايكوال الافريج تمبريتشر الاثنين جنب بعض دايما الفاينل قد الافريج او قريبين 33 35 قريبه يعني قريبه ليه هو ايه اللي حصل يعني جبنا تو سابستانس ويز ديفرنت تمبريتشر والاثنين جم كونتاكت ويز ايتش اذر فالثيرمال انرجي ترانسفير فروم هوتر تو كولر لحد الايكوليبريم. فدلوقتي شويه نوتس كده عشان نفهم الحته اللي فاتت ونحل. وين ميكسينج لما بنخلط تو سابستانس ويز ديفرنت تمبريتشر ذا فاينل تمبريتشر الثيرمال ايكوليبريم ايكوال الافريج صح ولا غلط؟ صح. فالفاينل تمبريتشر دايما بتبقى بتوين ما بين الهوتر والكولدر فدايما الفاينل بتبقى بتوين هوتر اند كولر يبقى الفاينل بتبقى بتوين هوتر اند ايه؟ كولر بس كده يعني بتبقى 50 لا باشا لو دي درجتها 60 والتانية درجتها 10 يبقى الاثنين مع بعض هيبقوا 35 رقم في النص كده حسبناها ازاي؟ جمعنا ال 60 وال 10 ب 70 وقسمنا على الاثنين 70 على الاثنين ب 35 شرط مش هيجيب لي 70 مش شرط بقى لو واحدة درجتها 20 والتانية درجتها 50 لا برضو 70 لو واحدة درجتها 20 والتانية 60 هيبقوا 80 ايوه 80 على الاثنين يا باشا فيها ال 40 يا باشا يبقى هي دي فهمتي؟ تمام كده؟ اوكي العربجة اللي احنا فيها دي يبقى دلوقتي in some cases ساعات 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 الفاينل تمبريتشر بتبقى less than average less than ايه؟ ساعات يعني مش لازم ما مش لازم ليه بقى؟ يعني هنا حتى في المسألة كان 35 جيت بعديها رحت لكم 33 ايه اللي هم قريبين بس ليه؟ ليه فرق الاتنين ده؟ قال لك عشان lost in air some thermal energy transfer to air بس اللي بيحصل بقى دايما الحاجات الهوتر بعد التقليب هتبقى slower after mixing ودايما الحاجات الكولر بعد التقليب هتبقى faster after mixing يبقى الهوتر بعد التقليب هيبقوا slower والكولر بعد التقليب هيبقوا faster لان الهوتر هيبردوا فهيبقوا slow والكولر هيسخنوا فهيبقوا fast فهيبقوا ايه معلومة هي تنعرفها لو انا اتعلمت الطبخ يلا شطورة يلا ركزي معايا رهف if you made لو انت عملت very hot cup of tea كوباية شاي سخنة you can cool it by adding some water cool water اكيد cool water ايه ده؟ انت يا رهف يلا انا هجاوب بعد ايوه ماشي مش كده when mixing two substances لو عملنا ميكس ايوه ل two substances ايوه with different temperature ايوه الافريج تمبريتشر يا ترى ايه علاقته بالتمبريتشر افتر ثيرمال ايكوليبريم lower than صح مستر ايكوال طبعا مستر فهمني بقى عشان كده حوالي يا باشا الافريج يا باشا الافريج ده احنا حسبناه ازاي مش جمعنا الاولاني والتاني وقسمنا على اتنين فهو بيقول لك لو جبت حاجتين وايه ولخبطتهم مع بعض الافريج ده قد ايه بالنسبه للايكوليبريم قد ايه بالنسبه للكلمه اللي انت ما بتحبهاش هو احنا حسبنا الكلمه اللي انت ما بتحبهاش ازاي هي الايكوليبريم اما جمعنا درجات الحراره وقسمنا يبقى ايكوال يبقى ايه انا هبلش تاني انا عنده هو يجيب لا مستر ما تجيلي لا مستر بقى ولا اصلا 203 و204 لا استنوا بلاش 204 و205 204 و205 اها دي تو دي 204 و205 200 اصعب صفي لا والله لا والله يا مستر ما تحبش والله يلا مستر تدينيش تاني بقى عشان انا كده عايز خلينا شطاطير جمع شطيره لا مين شطيره يلا هناخد دلوقتي ثلاث كلمات انا هقولهم في الاول وبعديها هنشوف
يعني ايه نفهم؟ يا لهوي على الصفحه اللي هشرحها دي اتبهدلت، ما شرحتهاش لسه عشان تعملي فيها كده. يلا هناخد حاجه اسمها كوندكشن وحاجه اسمها كونفكشن وحاجه اسمها راديشن، انا اقولهم بعدين اشرح. يعني ايه كوندكشن؟ كوندكشن والله حضرتك لما نحط حاجه سوليد على النار والحراره تتحرك من سوليد لسوليد فده اسمه كوندكشن. يعني ايه بقى كونفكشن؟ كونفكشن لما اجيب فرخه واحط الفرخه في ميه واحط الميه دي على النار، فالميه الاول هتسخن وبعدين تنقل حرارتها للفرخه، فدي كونفكشن. او اجيب هواء اسخنه او بخار اسخنه وبعدين اشوي حاجه على البخار ده، فبرضه طالما في حاجه بتنقل دي اسمها كونفكشن. يعني ايه بقى راديشن؟ لو جبت رهف وربطتها في عمود وطلعتها فوق السطح تمام قدام ضوء الشمس، فكده الحراره هتجيلها بالراديشن. يعني انا هكهرب ولا ايه؟ مش فاهمه حاجه. لا سخنتك بس يا باشا، حطيتك فوق السطح قدام الشمس، حطيتني ورحت شويتني وعملتني خالص وبس. لا لا كده. انا هخليكي بس هتبقي افريقيه بعد كده. يلا نبدا. راديشن يعني اشعه الشمس اللي لزقت في حاجه. يس. لا خرجتني. اس ذاكت بيقول لك الطفل ده doesn't feel the heat، مش حاسس بالفاير because he doesn't touch the fire. صح ولا غلط؟ صح طبعا غلط. هو عيل لانه قاعد قدام النار فطبيعي النار اول حاجه انا خدت بالي والله، فطبيعي النار اول حراره هتسخن الهواء، والهواء لما يسخن هيوصل له سخن. طب الحراره هنا اتحركت بحاجه اسمها ايه؟ كونفكشن، لان الهواء هو اللي نقل الحراره. اوكي اللي بعديه هيت كان ترانسفير الفاير فروم ذا فاير تو ذا كيد هاند ثرو ذا اير. صح ولا غلط؟ صح. يبقى احنا خدنا ثلاث حاجات بينقلوا الحراره، الكوندكشن الكونفكشن الراديشن. نبدا. يعني ايه كوندكشن؟ قال لك والله هيت ترانسفير وين اوبجكت ويز ديفرنت تمبريتشر تاتش، لما حاجتين درجات حرارتهم غير بعض يلمسوا بعض. يعني وين يو هاف ا فيفر، لو انت عندك فيفر والتمبريتشر بتاعتك هاي، حلو ايه اللي هيحصل؟ بنحط كولينج بادز على راسك، فايه اللي بيحصل؟ ترانسفير اوف هيت فروم يور راس تو الكولينج بادز باي كونتاكت. باي ايه؟ كونتاكت. يبقى ترانسفير اوف هيت بكلمه واحده باي دايركت كونتاكت، يبقى كوندكشن معناها باي دايركت كونتاكت. باي دايركت ايه؟ كونتاكت. وغالبا الكوندكشن سوليد اونلي، دايما الكوندكشن ايه؟ سوليد اونلي. حلو؟ فطبعا في غباوه يعني. يعني انا لسه قايل لكم الكوندكشن سوليد اونلي، وفي المثال اللي قبليه جايب كمادات حاططها على راس العيل وقلت لكم بالكوندكشن. انا مش عشان نبقى عارفين بس في غباء في الحوار. طبعا اللي فاتت دي كانت بالكونفكشن بس هما بيمسوا حل. بالكونفكشن مش في ميه؟ ايوه. مش الميه هي اللي نقلت؟ أيوة. يبقى كونفكشن بس هما بيمسوا الدنيا يعني. ايه التعامل ده؟ التعامل مع العيال انها بتفهم شويه. يلا. يبقى هنا الهيت ترانسفير كوندكشن ان سوليد اونلي. اللي بعده الكونفكشن. يعني ايه كونفكشن؟ هيت ترانسفير ديو تو موفمنت اوف ليكويد اور جاز. المره دي بنسخن ليكويد او بنسخن جاز، فلما نسخن الليكويد او نسخن الجاز الحراره بتتحرك من خلال الهواء السخن او الميه السخنه. نبدا. فدلوقتي وين وي كوكا نودل، واحنا بنعمل معكرونه بنحط النودل والميه في الحله ونبدا التسخين. يا ترى يا ترى هل المكرونه بتنزل على السوليد او بتبقى لمسه السوليد؟ لا لا لا. امال مين اللي بيشوي المكرونه؟ الميه. الميه السخنه. يبقى الحراره هنا اتحركت بالكونفكشن. يبقى يعني من بتاع الزفت الميه لحد المكرونه. معكرونه. معكرونه. يس. يبقى during heating وقت التسخين النيدل بتبقى قريبه للبوتوم. النيدل بتبقى قريبه المكرونه في الاول بتبقى تحت بس بعد كده الهيت جت هوت بتبدا تسخن،
وتلاقي المكرونة طلعت للسيرفس، والكولد نيدل اللي كانت على السيرفس هتتحرك داون. فدايما الحاجات الكول بتنزل لتحت والحاجات الهوت بتطلع لفوق. انتوا عارفين احنا استفدنا من الموضوع ده في ايه؟ بس ما تقولوش لحد. في التلاجة دايما لو بصينا على التلاجة هنلاقيها غريبة قوي، حاطين الحتة اللي بتبرد فوق. عارفة ليه؟ عشان هم عارفين ان الهواء السخن، هم عارفين ان الهواء السخن هيطلع لفوق، فالتلاجة حاطين الموتور بتاعها فوق، اي هواء سخن يطلع لها تروح مسقعاه، فبعد ما يسقع يبقى تقيل يروح نازل ويطلع مكانه الهواء السخن التاني، يروح ساقع وينزل وهو ساقع ويطرد وهكذا. والله ده مهم خفيف. نفس الموضوع بيحصل في الحل، يعني حد من الاثنين اتعلمها، يا الحل اتعلمتها من الثلاجه، الثلاجه اتعلمتها من الحل. يعني حد مش عارف، هي الحل قالت لها بص يا ست الكل والله وانا بسخن النودل، النودل الساقعه لقيتها بتنزل لتحت والنودل السخنه بتطلع لفوق. لا اعتقد ان الحل اقدم من التلاجه. تهيألي احنا هنقعد نتخانق على الحل والتلاجه. يلا بينا. يبقى لو احنا بنطبخ نودل الحاجات الهوت بتطلع لفوق دايما الهوت رايز، والحاجات الكول داون. صعبه؟ لا. فدلوقتي النودل اب اند داون هيحصل ايه؟ موفمنت او حركه اب ذا داون. دايما الهوت ووتر موف اب، دايما الكولد ووتر موف داون، دايما الهوت ووتر موف اب، دايما الكولد ووتر موف داون. والكونتينوس موفمنت وحركه الووتر دي هي الكونفكشن. حركه الووتر دي هي مين؟ الكونفكشن. حلو. يعني رهف دلوقتي لو حطيناها في حله وحطيناها على النار، حلو، في الاول هتبقى قاعده تحت لحد الدنيا تبدا تلاقي لها طارت لفوق على طول. ليه؟ لانها بقت سخنه، فعشان هي بقت تحط تطلع لفوق. ايوه. اللي بعديها هناخد حاجه اسمها الراديشن. يعني ايه بقى الراديشن؟ قال لك المره دي هي ترانسفير باي راديشن جاز اند سبيس. المره دي بقى هنسخن من خلال الجازز والسبيس. الشمس دلوقتي لما بتبعت لنا الحراره بتاعتها بنقول على الحوار ده راديشن، تمام؟ قال لك كمان لو انت قربت للفاير او للنار هتحس بالسخونه. ليه؟ عشان في اير بتوين ذا فاير اند يور هاند. بس كده. ان ساني دي ليه بنحس بالهيت اوف سن مع ان في سبيس between the sun and the earth؟ قوية؟ عشان الصن ترانسفير تو ايرث ثرو سبيس وي كولد راديشن. يبقى عارفين امتى بنقول راديشن؟ دايما لو في سبيس بنقول راديشن على الاشعة، وبالذات لو في سبيس، وبالذات لو في ايه؟ سبيس. ايوه. صعبة؟ لا. شطاطير جمع شطيرة. نكمل. هناخد حاجة اسمها ذا سبيد of transfer of heat between object. يلا. اول حاجة difference in temperature between object increase. يعني ايه الكلام ده؟ طول ما الفرق كبير نقل الحرارة هيبقى اسرع. يعني لو حاجة درجة حرارتها 100 وحاجة درجة حرارتها 1، واو تلاقي الحرارة طيران من 101. اما 180 يعني احنا رايمين من بعض، انت 100 وانا 80، فتلاقي الدنيا بطيئة. اما 100 و0 فدايما لو يعني لو حاجه درجه حرارتها 100 وحاجه درجه حرارتها 0 هنلاقي الحراره قاعده بتطير بين الاثنين بسرعه قوي، لان الديفرنس ما بينهم اصلا حله درجه حرارتها 100 وحته ثلجايه 0، هنلاقي بسبب الديفرنس ده ان تمبريتشر الحراره بتتحرك فاست قوي قوي قوي. يعني انا مسكت حته بتاع ثلج ورميتها في الحله. أيوة. هتقول لها الحله قاعده تعمل غبار. هنلاقي على طول التلجة بتسيح بسرعة. اشمعنى؟ عشان ترانسفير اوف هيت بيبقى سريع. اما لو جبت التلجة وحطيتيها في مية ساعة هل بنفس السرعة ولا هتلاقي الموضوع بطيء؟ ببطء ببطء ببط. عشان هما الاثنين نفس درجة الحرارة. هتقعد ليه بتاع الساعة كده عشان قريب درجة الحرارة. يبقى دلوقتي اللي سبيد اوف هيت ترانسفير سرعة هكده برضه مع السخونية. يعني انا جبت كوباية مية سخنة لقيتها في حلة سخنة هيعمل ايه؟
الحراره هتبقى بطيئه لان احنا الاثنين سخنين يعني، فعارفه اللي هو قريبين من بعض، فالفرق ما بينهم مش كبير، فالسبيد اوف هيت ترانسفير هتبقى سلو، هتبقى ايه سلو، يبقى السبيد اوف هيت ترانسفير سرعه نقل الحراره. اول حاجه اللي بيزودها واحد الديفرنس ان تمبريتشر انكريس، لو الفرق ما بينهم كبير، لو الفرق بين الحاجه السخنه والحاجه البارده كبير، فالحراره هتتحرك من الحاجه السخنه للحاجه البارده بسرعه. تاني حاجه السيرفيس اريا، يعني ايه السيرفيس اريا؟ دلوقتي قولي لو انا جبت حته خشب كده وحطيت عليها النار هتولع بسرعه، ولا لو فرمتها وفردتها كده وحطيت عليها النار مين يولع بسرعه؟ لا. الحته اللي على بعضها ولا المفرومه المفروشه؟ المفرومه. ده اسمه بقى السيرفيس اريا، المساحه دي. لو انت فردت الحاجات على حاجات اكبر معناها خليت السيرفيس اكبر، كلما خليت السيرفيس عشان لو انا جمعتها وفضلت لوحدها واحده بس كده حته كده بالظبط هتفضل تبقى بالظبط النار هتاخد الحاجات اللي بره بس من الاول وبعدها تقعد تغوط، اما انت كده فارشها. فكلما زودت السيرفيس اريا كلما الهيت ترانسفير انكريس. اخر حاجه التايم، لو انا حطيتك في الشمس لمده 5 دقايق هيحصل لك حاجه؟ لا. طب لو انا حطيتك في الشمس لمده 3 ايام هيحصل لك حاجه؟ اكيد هيجيلي ضربه شمس لما هموت. يبقى التايم اوف كونتاكت، الموضوع كان كله في الوقت. يعني انت دلوقتي عايزك لما تروحي المترو وتلاقي الراجل اللي واقف اللي هو بتاع المحافظ الجلد ده ومولع النار كده ويقول لك وجلد طبيعي وما بيتحرقش، وتلاقيه عدى النار على الجلد بقى في ثانيه الا ثانيه. حلو، لو انت رخمه زي حالاتي تروحي رايحه له تروح مطلع ولاعه وماسك الولاعه بتاعته وتقول له طب ما تثبت كده شويه، اثبت ونشوف هيتحرق ولا لا. طبعا هي لا جلد طبيعي ولا بتاع، مفيش جلد طبيعي ب 15 جنيه. هتلاقيه يقول لك بس يا عم وهيضربك. ليه؟ عشان لان انت كده زودت التايم اوف كونتاكت، فانت لما تزود التايم اوف كونتاكت هيحصل هيت ترانسفير والمحفظه هتسخن وتسيح ويتكشف والناس تضربه فيضربك اسهل. ايه؟ يلا نكمل. يضربك اسهل؟ اه يضربك اسهل طبعا، ده هيسيبك تكشفه يعني ولا بتاع، ما هيمد ايده عليك اكيد. يبقى واحد الديفرنس ان تمبريتشر بتوين اوبجكت انكريز، تاني حاجه السيرفيس اريا انكريز، ثالث حاجة الـ time of contact increase. اللي بعديها في ناس اسمهم المترولوجيست، الناس دي اللي بيذاكروا الوزر او الجو، هم بقى اللي فهموا موضوع الكونفكشن والراديشن جامد قوي. هم بقى اللي يقعدوا يفكروا كده ويقول لك والله يا باشا الشمس كانت في الحتة دي فالهواء هنا كان سخن، الهواء السخن ده هيطلع لفوق ففي رياح جاية كده هتشيل الهواء السخن ده من هنا لهنا، فيروح يقول لك وتتوقع الأجواء غدا أن تكون حارة. عرفت منين يا ابني؟ يقعد يقول لك بقى أصل الشمس سخنت الهواء هناك فالهواء اللي هناك طلع لفوق والرياح جاية في الاتجاه ده فهتسخن الحتة دي. يبقى هو ده مش المفروض إن هي الجو حارة عشان الشمس سخنت الجو، بس إيه اللي بيخلي بقى يقول لك موجة حارة حرارة جاية علينا؟ عرف منين؟ تيار اه طيار. عارف منين الحاجات دي؟ بالكونفكشن والروتيشن. والانجينير برضو اللي هم الباش مهندسين لازم يفهموا الكوندكشن والكونفكشن والروتيشن عشان هم بقى اللي بيعملوا حاجات السايد ووك الشوارع الحاجات دي. شوارع. يلا ركزي يا رهب. When you touch hot object the heat transfer to you by انا بس عشان ما مستر ما تقولش على كون داكشن صح ايوه يعني شن. يلا the heat transfer due to movement of liquid or gas by convection. اوكي يو وي فيل مستر سيب لي ده كده يبقى راديشن يعني ف وي فيل هيت اوف سن راديشن. يلا ماشي اسيب لك اول واحد ماشي. هيت ترانسفير باي كوندكشن ان جاز صح ولا غلط؟
لا كوندكشن غلط. أو طبعا غلط. اللي بعديها heat transfer through space by convection. صح. غلط. by radiation. دايما السبيس يبقى radiation. اللي بعديها radiation is a way of heat transfer. صح. طبعا غلط. ليه بقى؟ لا تخفي والله العظيم ما الراديشن دوت شمس واشاع. الاشاعة ديت المفروض هيت. ماشي بس هو المفروض يقول لك راديشن اند كونفكشن اند اند كوندكشن. راديشن لا ما قالش اذا اونلي واي تبقى صح. اوكي. ما قالش حرام. اللي بعديها هناخد حاجة اسمها ثيرمال انسوليتور اند هنخلص النهارده. هو صعب. هيخلص النهارده. مش مشكلة. ثيرمال انسوليتور اند كوندكتيفيتي. يعني ايه؟ العزل بتاع الحرارة والتوصيل. عزل. اكيد مش عزل يعني هنعزل صوت. هنعزل حرارة بقى المرة دي. اه. سبحان الله. هنعرف ان الماتيريال او الحاجات يعني المواد هتديني بريك مش عايز اعلم ده والنبي خلاص الرياك هي ورقتين خلاص من وقت ورقتين هقعد اعلم فيهم وانا بتعب انا كرهت البتاع ده والله العظيم كرهت يلا الماتيريال ار كلاسيفايد بنقسم الحاجات على الريت اوف ترانسفيرنج في حاجات ثيرمال كوندكتور وفي حاجات ثيرمال انسوليتور يعني ايه كوندكتور بي كوندكتور يعني ايه انسوليتور بي انسوليتور ايوه يعني ايه كوندكتور اللاو ثيرمال انرجي اللاو ثيرمال ايه انرجي او اللاو هيت تو ترافل او اللاو هيت اوف ايه ترافل زي الكبر الايرن الالومنيوم طب ثيرمال انسوليتور ريزيست ترانسفير ريزيست الايه ترانسفير او سلو داون هيت ترانسفير او سلو داون هيت ايه ترانسفير زي الاير زي الوود زي البلاستيك زي الجلاس زي الاير والود والبلاستيك والايه والجلاس يلا الثيرمال انسوليتور الحاجات اللي بتوقف الحراره بريفنت الترانسفير اوف هيت بتمنع الحراره تتحرك حلو وبتعمل سلو داون وبتبطئ يلا بينا لو جبنا ميتال باول حمام ميه سخن بس في حديده حمام ميه سخنه في حديده يعني ميه سخنه بتغلي كده في حديد ايه رايك هتبقى بتغلي الحديده اما لو جبنا بلاستيك هنلاقيه جاست وورم لا وورم بيبقى دافي بس ايوه ليه كده هيبقى مولع امسكه كده مش هتمسيه اصلا فالميتال ثيرمال كوندكتور اللاو ثيرمال انرجي البلاستيك ثيرمال انسوليتور سلو داون ترانسفير سلو داون ايه بيقول لك بقى اوف يو تاتش لو انت لمست الميتال دور كنوب ساعات لما بتلمس الاكره بتحس انها كولر صح ابرد من الوود ليه بقى عشان لان يور بودي بيطلع ثيرمال انرجي عشان جسمك بيطلع حراره فالاول مره احب اقول لك ان الثيرمال انرجي اتحركت فروم يور هاند تو اوكرا لو لمست الاوكرا هتحس انها ولو الثيرمال انرجي كانت في الاوكرا هتتنقل اكيد المره دي بقى كانت فيك انت فاتنقلت للاوكرا ولو احنا الاثنين فينا ثيرمال انرجي مش هيحصل حاجه لان احنا قايلين ان الفاست او السبيد بتاعه الهيت ترانسفير لازم يكون فيه ديفرنس ان تمبريتشر يبقى الثيرمال انرجي قال لك بقى بس للاسف هي ترانسفير سلو بتتحرك ببطء للوود لان الوود ثيرمال انسوليتور طب ليه ما حسيتش لو لمست الباب لان الباب ثيرمال انسوليتور الباب وود والوود ثيرمال انسوليتور اوكي الايرن يلا رهف الايرن ثيرمال كوندكتور صح يلا ثيرمال انسوليتور بريفنت الترانسفير اوف هيت كومبليتلي غلط بالظبط كده مفيش حاجه اسمها كومبليتلي
الوود از وان اوف ثيرمال انسوليتور. صح اكيد. حلو الصفحه اللي ورا. صفحه ورا يعني دي 100 ديت. يس 200 حلو هنا.